ايه هو البروتين النباتي وايه هو البروتين الحيواني، وهل ينفع استبدل البروتين الحيواني بالبروتين النباتي، وايه هي الاحماض الامينيه الاساسيه وايه الاحماض الامينيه الغير اساسيه، وازاي تجمع الاثنين مع بعض. ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اتمنى تكونوا كلكم بخير. النهارده ان شاء الله حلقه مهمه جدا ومثيره جدا، فاتمنى الجميع يركز فيها، نركز مع بعض عشان معلومات النهارده قيمه جدا. النهارده يا جماعه هنتكلم عن البروتين النباتي والبروتين الحيواني، وايه الفرق بين الاثنين، وهل ينفع ان انا اخد البروتين النباتي مكان البروتين الحيواني. ده اللي هنعرفه مع بعض النهارده. خلينا في البدايه نعرف الاول ايه هو البروتين. طبعا كلنا عارفين ان البروتين بيتكون من سلسله من الاحماض الامينيه، وبيدخل في تصنيع حاجات كتير في جسمك، وليه فوائد كتير جدا. السلسله من الاحماض الامينيه دي لازم نعرفها كويس قوي، ونعرف ايه فوائدها وايه الاساسي فيها وايه الغير الاساسي فيها. سلسله الاحماض دي يا جماعه عباره عن 20 حمض اميني، هم اللي بيكونوا البروتين. ال 20 سلسله دولت او ال 20 حمض اميني عباره عن 20 قالب طوب، هم اللي بيكونوا الجدار اللي اسمه البروتين. ال 20 حمض اميني دولت بيتقسموا لثلاث اقسام. القسم الاول وهو الاحماض الامينيه الغير الاساسيه، ودي اللي بيصنعها جسمك، مش محتاج انت تدخلها من الاكل بتاعك، وهم عباره عن 11 حمض اميني، يبقى 11 حمض اميني غير اساسيين. نيجي بعد كده للاحماض الامينيه الاساسيه، وهم عباره عن 9 احماض امينيه اساسيين، وده اللي لازم انت تدخلهم في الاكل بتاعك عشان يبدا جسمك يستفاد بالسلسله كامله مع بعض، ويتصنع في جسمك البروتين. يبقى كده في 9 احماض امينيين اساسيين لازم تدخلهم من الاكل بتاعك. اما النوع الثالث وهو نوع ممكن جسمك يصنعه او ممكن جسمك ما يصنعهوش، بتختلف من شخص لشخص، وتختلف حسب الحاله بتاعتك انت. يبقى كده عرفنا الاحماض الامينيه وانواعها وتقسيماتها. خلينا ندخل بعد كده ايه الفرق ما بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني. طبعا كلنا عارفين البروتين الحيواني عباره عن السمك، البيض، الفراخ، اللحمه وخلافه. اما البروتين النباتي في حاجات كتير جدا، في البقوليات، سواء فول او عدس او فاصوليا او لوبيا او فول صويا، حاجات كتير جدا كلنا طبعا عارفينها، بالاضافه طبعا للحمص. ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ في البروتين الحيواني يا جماعه العناصر الاحماض الامينيه الاساسيه التسعه بيكونوا متوفرين بشكل كافي وبشكل كامل، مفيش اي نقص فيهم. ده بالنسبه للبروتين الحيواني. اما بالنسبه للبروتين النباتي، هنا بتيجي نقطه معينه هنتكلم فيها ونركز فيها، عشان فيها اخطاء كتير ومغالطات كتير. البروتين النباتي ما بيكونش دايما كامل الاحماض الامينيه فيه. يعني ايه مش كامل؟ يعني مش كويس؟ لا، مش كامل معناها مش كويس، لا. خلينا نركز مع بعض. كلمة مش كامل هنا معناها مثلا ان حاجة مثلا زي الفاصوليا فيها 7 احماض وناقصها 2 من الاحماض الاساسية، حاجة مثلا زي الحمص فيها مثلا 5 وناقصها 4. ففي انواع اكل بتكمل بعض، وتقدر انت تدخلها مع بعض وتكمل بعضها وتشتغل عليها بشكل كويس جدا. معنى هديك مثلا مثال، او مش مثال، هديك حاجة واقعية جدا، فركز فيها واكتب معايا الكلام ده. حاجة زي الفاصوليا لو دخلت معاها الرز، انت كده كملت سلسلة الاحماض الامينية بتاعتك الاساسية التسعة كاملين. حاجة زي الحمص لو دخلت مثلا معاها الخبز الاسمر او الخبز الكامل الحبة، انت كده كملت التسع احماض الكاملين. حاجات كتير لو دخلتها مع بعضها بتكمل التسع احماض الامينية بتاعتك، بيكون البروتين النباتي بتاعك كامل ومفيد ليك جدا، زيه زي البروتين الحيواني، وخاصة ان التكلفة بتاعته طبعا اقل بكتير. وكمان لازم تكون عارف ان كمية البروتين اللي بتدخل جسمك كمية كبيرة مش كمية صغيرة. هيطلع حد ويسألني سؤال، كابتن انا محتاج ادخل قد ايه بروتين في اليوم؟ سؤال مهم جدا وحلو جدا، وهنركز مع بعض فيه. الشخص العادي او الشخص الطبيعي بيحتاج من 8 من 10 ل1 جرام بروتين لكل كيلو في جسمه. اما بالنسبه للناس الرياضيين او الشخص الرياضي بيحتاج من 1.5 جرام ل2 جرام لكل كيلو في جسمه. طبعا في ناس بتدخل 3 جرام، الناس دي مالناش دعوه بيها، طبعا ده لهم وضع خاص. فخلينا نركز ان الكميه دي هتحتاج تدخل كميه بروتين كبيره تقدر تعوضها فعلا من الاكل النباتي بتاعك او البروتين النباتي بتاعك. حاول ما تضغطش على نفسك في التكلفه وفي الماديات، ان انت لازم تدخل لحمه او سمك او سلمون او الكلام ده، تقدر تعوضها بشكل كبير. وخليك دايما عارف ان نقص البروتين ممكن يسبب لك مشاكل كبير جدا، التوتر، العصبيه، النقص في المعادن بتاعتك، وكمان بيدخل في تصنيع حاجات كتير في جسمك، في الاظافر، في البشره، في الشعر، في حاجات كتير. وطبعا بالنسبه لنا احنا كرياضيين او بودي بيلدينج، ان هو بيأثر بشكل كبير جدا على التكوين العضلي بتاعنا وتكوين الالياف العضليه، لان طبعا كلنا عارفين ان احنا محتاجين البروتين بشكل كبير جدا عشان نكون الليفه العضليه بتاعتنا. اعتقد بكده نكون ادينا نبذه صغيره عن كل ما يخص البروتين بتاعنا سواء نباتي او حيواني، وعرفت ان انت تقدر تستغنى عن البروتين الحيواني. لو انت مش حابب تدخل بروتين حيواني او ما عندكش الامكانيات الكافيه، تقدر تدخل البروتين النباتي. ان شاء الله باذن الله تحت امركم في اي سؤال خاص بالحلقه، انتظرونا في حلقه خاصه.